النهارده هنعمل مع بعض فراخ بشكل جديد مع دبس التمر والبصل والتين المجفف. دي الحاجه الجديده. هنجيب بوله عشان هنتبل دبابيس الفراخ فيها، وهنتبل بالملح اول حاجه، تبلها ونسيبها في التتبيله بتبقى النتيجه احلى كده. الجنزبيل، وهحط بقى اخر حاجه القرفه، هي اتحطت لوحدها. ثوم البودره ودبس التمر، هقلب بالشكل ده كده. انا هحط شويه زيت، احط البصل فيه، هقلب كده. هنحط بقى نص كميه التين بالشكل ده كده، وهسيب دولي احطهم فوق الوش وهقلبه، لان التين محتاج ان هو كمان يعني يطرى شويه. انا هحط شويه عصير عنب، حوالي 3 معالق بس كده، حاجه بسيطه. وهحط كمان شوربه فراخ، هحط تقريبا كوبايه شوربه فراخ. هرص بقى كده الدبابيس اللي متبله، وهاخد بقى الصوص اللي انا عملته دوت بالتين والبصل، وهحطه عليها بالشكل ده كده. ومخليه كمان روزماري هرشه كده عليها فوق الوش، وكمان هحط بشر ليمون، وهاخد بقيه التين كده وهرشه فوق الوش. الطبق ده هيقعد في الفرن تقريبا 25 او نص ساعة، يعني على 180 درجة. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن ريحتها رائعة.